السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم باش نحكي لكم على زوج صوالح كما راكم تشوفوا، على خاطر صورت الفيديو بالفرنسيه قبل الفيديو بالعربيه. باش نحكي لكم على زوج صوالح. الشيء الاول بغيت نحكي لكم على لا باليت هدى بيوتي، منتجات شريتها من الولايات المتحده الامريكيه، وباش نحكي لكم على طريقه التوصيل اللي استعملتها باش يوصلوا لي من امريكا الأوروبا. نعرفوا بزاف بلي كاين بزاف المواقع الامريكيه اللي ما توصلش، اللي ما فيهاش شحن للدول العالم من غير امريكا وكندا. على هذه كان لازم باش نلقى طريقه اللي توصل لي هذه المنتجات لعندي باقل ثمن. على هذه درت بعض الابحاث، درت واحد البحث في انترنت وبديت نشوف كاين بزاف طرق. كاين سمعت بزاف المواقع اللي يديروا التوصيل، ولكن كنت نحوس على واحد يدير التوصيل باقل سعر. على هذه عملت مقارنه، وفي الاخير استعملت الموقع يو اس جو باي، هو اللي يظهر لي باللي اقل سعرا بالنسبه للمواقع الثانيه. على هذه جيت باش نحكي لكم اليوم على هذا الموقع يو اس جو باي، على تجربتي. واش دفعت رسوم جمارك ما دفعتش، في شحال من وقت وصلني المنتجات هذه، في شحال من وقت باش وصلتني الى اخره. اول شيء رحت للموقع يو اس جو باي، والحاجه الاولى اللي نديرها فتحت حساب شخصي على هذا الموقع. حطيت الاسم، اللقب، العنوان الشخصي، رقم الهاتف، تبعت كامل التعليمات. بعد هذا يوصلكم رساله في الايميل الشخصي تاعكم اللي استعملتوه باش تضغطوا على رابط. كي تضغطوا على الرابط خلاص صار عندكم حساب على يو اس جو باي، ويعطوكم عنوان خاص بكم في الولايات المتحده الامريكيه. خلونا نسموه عنوان خيالي لكم في الولايات المتحده الامريكيه. المهم الان تنجموا تمشوا المواقع الامريكيه، بين قوسين مشي كامل المواقع الامريكيه اللي رايحين يقبلوا منكم الشراء. انا مثلا حاولت نشري في سيفورا يو اس وفي موقع ماك يو اس، ولكن ما قبلوش بطاقة الائتمان تاعي، كريديت كارد تاعي، فيزا كارد تاعي، ما قبلوها ليش لأنها فيزا ماش أمريكية أوروبية. على هذه ماشي كاع المواقع غادي يقبلوا الشراء تاعكم. انا رحت لموقع هدى بيوتي، نعرف بلي موقع هدى بيوتي يوصل لجميع دول انحاء العالم مثل كولور بوب ولا تاخت كوزميتيكس الى اخره، ولكن انا ما شريتش فقط هذه المنتجات، شريت منتجات ثانيه اللي ما نقدرش نوريها لكم لانها ما كانتش ليا انا شخصيا، كاين اختي وكاين زوجي. على هذه ما نقدرش نوريكم كل شيء، ولكن فضلت نستعمل هذه الطريقه باش يجمعوا لي كل شيء في صندوق واحد ويوصلوه لي للبيت، باش كي ندفع الرسوم، اكيد فيه رسوم، اي شيء يجي من الولايات المتحده الامريكيه اللي يدخل اوروبا لازم ندفعوا رسوم جمركيه، خاصه فيما يخص بلجيكا. المهم رحت على الموقع هدى بيوتي وفتحت حساب شخصي. كي جيت في العنوان ما حطيتش العنوان الشخصي تاعي في بلجيكا، ولكن حطيت العنوان الخيالي اللي عطاوه لي في موقع يو اس جو باي. اخترت المواد اللي كنت باغي نشريها وحطيتها في السله تاعي الباسكت، وبعد ذلك قمت بعمليه دفع، دفعت ثمن المشتريات تاعي بالكريديت كارد، وانتظرت يوم وصلتني رساله باش يقولوا لي بلي خلاص قاموا بشحن المنتجات اللي شريتها. على هذه عطاوني رقم باش نتبع به الباكيج تاعي وين راه واصل. هذاك الرقم ممكن تحطوه في موقع يو اس جو باي، كي توصل المشتريات تاعكم للموقع يو اس جو باي يخبروكم بلي خلاص وصلت عندهم، وصل عندهم المشتريات تاعكم وصلت. كي توصل المشتريات تاعكم كلها، ولا اذا كان عندكم شيء واحد اشتريتوه ماشي مشكله، يمكن تجمعوها كلها في صندوق واحد، ويمكن فقط تطلبوا منهم يبعثوه لكم للبيت. قبل هذا الشيء كاين شيء مهم جدا لازم تقوموا به، هو لازم تحطوا شهية نوعية المشتريات اللي شريتوها، شهية طبيعة المواد اللي شريتوها، وشحال خلصتوها، شحال السعر تاعها. هذا بالنسبة فيما يخص الجمارك.
باش ما يفتحوش الصندوق تاعكم وباش ما يبعثولكمش اسئله الى اخره، لازم يقول كل شيء مكتوب. على هذه ننصحكم باش ما تكذبوش في هذا الشيء. يعني كاين اللي تقول لك انا ما نحطش السعر الاصلي تاع المنتج اللي شريته على خاطر دوك يجوني رسوم مرتفعه بزاف، ولكن اولا الجمارك عندهم الحق يفتحوا صندوق يشوفوا شا فيه. ما تنسوش انه العنوان اللي بعثت لكم منه ماشي عنوان شخصي، عنوان كيفاش نقول بروفيشنال، يعني مهني. وكذلك ممكن يوجدوا الفاتوره الداخل في وسط الصندوق، والكذب ماهش طريقه توصلكم لنتيجه ايجابيه. المهم انا حطيت باللي شريت هادو 18 ولا 20 دولار ما نش متذكرة. المهم حطيت المعلومات اللازمة كتبتها، وبعد ذلك طلبت منهم باش يبعثوا لي الباكيج ship to my address، يعني تختاروا ship to my address US go by، يتكلفوا بهذه المهمة. كي يجي في وقت دفع ثمن الشحن يطلبوا منكم اي طريقة تفضلوها باش يبعثوا لكم المواد تاعكم للمشتريات تاعكم حتى العنوانكم الشخصي. هنا ممكن تختاروا او بي اس، ممكن تختاروا فيديكس، ممكن تختاروا دي اش ال. دي اش ال كاين نوعين، كاين نوع انا اختاريت الارخص ثمنا وهو دي اش ال، ولكن مش اكسبريس يعني عادي. مصاريف الشحن 14 دولار لصندوق بهذا الحجم هكذا، كان فيه فيما يقارب كيلوغرام من المواد اللي كانت الداخل. 14 دولار انا بالنسبه ليا تبان لي يعني ثمن تاعها معقول جدا. المهم بعد 15 يوم تقريبا وصلني كل شيء للبيت، وصلني كل شيء في لابوست بعثوا لي رساله باش نجي ناخذ الباكيج تاعي على خاطر كان في مشكله تاع رسوم لازم ندفعها. دفعت 29 يورو رسوم جمارك. انا نظن بلي هذا شيء طبيعي لانه مواد جايه من الولايات المتحده الامريكيه. كي جبت المواد تاعي للبيت وشفت الباكيج تاعي في البيت وفتحته، كل شيء في مكانه، كل شيء عادي، ما كانش اي مشكله، ما كانش حاجه مكسره، كل شيء كان بحاله جيده. هذه هي تجربتي مع موقع يو اس جو باي. كاين مواقع كثيره واحده اخرى، ولكن انا بالنسبه لي هذا الموقع جربته وبغيت نتقاسم معكم تجربتي هذه على خاطر كاين بزاف البنات يسالوني يشوفوا عندي نستعمل مواد امريكيه. انا قبل ما كنت نستعمل هذه المواد الامريكيه لان سافرت الى امريكا ولا لان زوجي سافر الى امريكا، على هذه يجيب لي هذه المواد. ولكن في بعض الاحيان ما نمشي لا انا لا زوجي واني محتاجتها بالضروره، على هذه هذا الموقع ممكن يسهل لكم هذه العمليه، طريقه الشحن الى عنوانكم الاوروبي او في اي مكان في العالم. نوريكم اليوم، نوريكم كذلك واش شريت من موقع هدى بيوتي. شريت لاباليت هدى بيوتي، كنت نستنى فيها بفارغ الصبر. هذه من واحد لي باليت اللي هذه وحده من لي باليت اللي دائما تمنيتها وكان دائما ما كانش اون ستوك، يعني ما كانش، كانت دائما كامله في ما كايناش في الموقع، دائما ما كانش. وكي جا البلاك فرايداي عاودوا حطوها في الموقع، ولا مره فكرت باش نستنى ولا ما تراجعتش اصلا. الوان رائعه غوز جولد، انا تظهر لي بلي هي من اروع الباليت اللي فيهم هاد الالوان. يعني كاين بزاف الماركات اللي خرجوا غوز جولد، ولكن انا تظهر لي بلي هدى بيوتي هي الاحسن. هذا رايي الشخصي. نجربها لكم عن قريب في توتوريال، ممكن يعطيكم فكره احسن على استعمال هذه الالوان. كذلك اشتريت رموش اصطناعيه من الموقع، شريت زوج على خاطر انا ما نديرش الرموش الاصطناعيه الا في المناسبات الخاصه جدا، زعما يكون عرس هكا تاع واحد قريب مني ولا وحده قريبه مني، ولكن عاده ما نديرش. شريت زوج، وحده ليا وحده الشخص عزيز عليا بزاف، ها قريب تتزوج، ومفكرت قلت بالك في عرسها وحده ليا وحده ليها. المهم انا شريت نمبر 7 سامانتا ورقم 8 سكارليت.
النوعية رائعة جدا، ماهاش بلاستيكية، تحسوها باللي هكا شعر ناعم وماهاش اصطناعية بزاف، مع انها تبقى رموش اصطناعية. ان شاء الله نكون فدتكم ولو بشوية بهذا الفيديو. اذا عندكم اسئله وحبيتوني نجاوبكم عليها تركوها لي في التعليقات، نعمل جهدي باش نجاوبكم على التعليقات. على بالي هاد الاونه الاخيره مانيش نجاوب بزاف على التعليقات، على خاطر والله ربي شاهد ما كاش عندي الوقت باش نجاوبكم على الاسئله، ولكن دائما نجاوبكم على رسائلكم الشخصيه في انستغرام، خصوصا في انستغرام. نتمنى فيديو عجبتكم بزاف، ما تنسوش تعاونوني بلايك بتعليق باشتراك اذا مازال ما اشتركتوش في قناتي. نسلم عليكم بزاف، ان شاء الله نشوفكم عن قريب. سلامه.